صبح الجيل وكل جيل. النهاردة معانا كريم، هشام، ودولة وخروفي ماي. واحنا النهاردة هنلعب دور مش انت ما انت كون موتي فشاء اخره عمد قلت قبلية عمد عين غبية عم ماش دولة قريتوا انا اللي بقول دولة مهم خروف الوز مهم. النهاردة هنلعب دورة فيفا 16، هي ديمو زي ما قلتلكوا قبل كده، بس موجود يسد لغاية ما ربنا يكرم وناخد قرض كده ونجيب اللعبة اللعبة كاملة. تمام؟ كامل كده قبل رجلي حد يتجمع الحلاوة دي كلها وي حد يجيب رجال حبيبه شفت الكلام اللي يخوض؟ ايه المهم طب بما اننا احنا اربعة بس مش عدد كبير مش داعي نجيب ورق ونقطع ونكتب هي كيلو بامية حلوة. لا مش عارف العب انت تكسرني على طول خش يا سيدي اطلع في البيت بقى كيلو بامية معلش يا بلاستيكس يلا اعمل ايه؟ كيلو بامية انا ودولة انا عن ماتشي انت عن ماتشك وانت تيشرت كريم ما يزعجش ما تيشرت يلا حلاوة ده ليه ما هيحصل انت؟ لا 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 انت تعمل ايدك بس لا لا انا لا ما انا ودولة حتى اول واحد يمكن اسكن استنوني دار اختفوا قومي يا بابي منك لا شفنا يعني مكانك اقعد هنا بقى وانا مخلص ايه ده استنى يا كلب ولا كده دولة شنو؟ تاي صربي ما شفتش جوكوفيتش قبل كده مش مين خد يا زلمه شفت اللعيب هو بيعملها ده ليه؟ خد يا زلمه شفت زلمه هو بياخد؟ نعم بص 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 خلينا ساكتين عشان الفنز الاهلاويه ما يكرهونيش على فكرة هيسمع كل اللي انتوا بتقولوا ده في الفيديو حلوة انت هتبص لي انت هتبص لي ولا شوف حتى الكورنر مش هقول لك يا كلب الكلاب يا نجم روان انك هكسر فرق ثلاثة دي ثلاثة اوت بس يا شاطر زمان ايه وسبت ايه انت الهدف دلوقتي انك تاخد كورنر ها ودفت بس بدين بقى دولز دولز حتى دولز بوي بس انا كنت مش عارف اقول لك انا كل واحد كده انك في نقزة كده انك ابخ على الفخ استنى يا عم زفت السلام عليك
النرد ده اللي هو بيتلعب بيه سلم والتعبان صح؟ نمبو فبس عشان انا محطوط عليا. طب سيبوني اركز لو سمحت. 80 مليون ايه؟ كلب تعديلي. شوط يا دولة، شوط تاني. ايه ده دولة؟ انت ايه بتلعبني في الوديات بشكل مختلف عشان تعمل لي مفاجأة صح؟ لا يا ده انا صبح جيله وكل جيل يلا. جيله ايه؟ استنى يا عم انا ماشي معايا كمان. الله الله ده احنا بقينا اشقية جدا. ميرسي يا عمر. يا انا وصلت المؤخرة دي ان انا بلعب دول احمد ربنا بس خلص. بس الحمد لله صبح جيل ستاندرد بوك. لا صار عندي بوك بس جيت عفوا. انا ممكن اكون بس سايبك. ده شاء الله وزن ده كل المتاع جيبه هنا يا دول. اوه ماشي تاكب ماشي ايوه بس يا عمي بس يا عمى وانت محمود حميدة مين؟ ابو طلق محمود حميدة مين دلوقتي؟ استنى صراحة كان هيعمل ايه الرابع كان هي طب استنوني بقى عشان انا ماشي. ده فعل وحش كده. يا ابني بس ايه ده ايه ده ايه ده ده كان ناسي هو يجيله حبيبي ايه شيك بالله جول هاتريك كابتن. استنى بقى عشان نخلص ونجيب جون كمان عشان دايما بحط نفسي في مأزق. ممكن تخرصوا انتوا الاثنين؟ سؤال يطرح نفسه والله ده بيا ابن اللعيبة باسم باسم. طب الدقيقة 75 شغال ولا ايه؟ انا صحيت متأخر كنت صليت لا بالانمي. طب انت كنت نطت مطرح معايا نطت؟ كملوا 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 استنى يا الله عليك يا دولة. الاسد طلع
زعق قوي. في ايه جيبوا جابوا وانت اسكتوا بقى. شوف انا بقيت لفت ده انا دلوقتي ماي بيست فريند از عباس. انتوا في كل الحالات اسكتوا. الحفظ ماء الوجه. ده ايه ده متضرب بخنجر ام اللي انت ليه مش كده الناس اللي بتتكلم في الشارع اللي بعد ايه هي ربنا يا اسطى ربنا يا اسطى احنا الناس الملكويه متدينين على ربنا كل ما احنا نحبسه للبوي ده ارض لازمه بس بامانه انا بقى احسن كتير واسيب اللي جاي ولا عايز اي كوره السنه دي بس في شبه كبير ما انت بجد روح فرين يا اسطى ده انا غلطان يا ابن خلاص يا اسطى خلاص في 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 قوم تعال بقى انا هتغشم على انت يا ابن بقى بقى خلاص ما ده الكلاسيكو بارك الله يا ريان ايه ده ما ده كان ده ايه ده انت فاجئتني تضرب حنضرب كسر انكسر